تدين وزاره خارجيه مملكه البحرين محاوله الاغتيال التي استهدفت الدكتوره كريستينا فرنانديز دي كريشنر نائبه رئيس جمهوريه الارجنتين الصديقه مستنكره باشد العبارات هذا العمل الارهابي الاثم وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق ودعمها التام لكل ما يحفظ أمن الأرجنتين واستقرارها مجددة موقف المملكة الرافض لكافة أعمال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته